كيف يعجلنا الله فتنة، يجعلنا الله فتنة لبعضنا، ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا للذين كفروا. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ فيها وجهان للعلماء، أحدهما يا رب لا تسلطهم علينا فيهزموننا، فإن هزمونا استمروا على كفرهم وظنوا أنهم على خيرين، والثاني يا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا نتصرف تصرفات تزيد الكافر كفرا. مثلا ممكن أنت تكتشف، يكتشف الكافر أنك غشاش فيزداد ابتعادا عن الدين، يزداد ابتعادا عن الدين. وقول ثالث لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. كم قول؟ ثلاثة أقوال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على الحق فيفتنوا أكثر وأكثر، لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا، لا تجعلنا نتصرف تصرفات تسيء إلى الدين فيبتعدون عن الدين بسببنا. هذا والله أعلم.